نضر كده وتحس ان في صحه وشكله حلو، بتبقى اكن الشخصيه او السيده دي تحس كده ان هي شخصيتها كلها على بعضها سعيده وتحس ان عندهاش مشاكل. لو الوش فيه تجاعيد كتير الواحد وهو بيبص لها بيحس شويه ان في توتر قلق. طبعا نتائج او اسباب التجاعيد كتيره جدا، ده اللي هنعرفه النهارده، اسباب التجاعيد وازاي نعالجها من طبعا دكتور منير ويليام جراح التجميل المعروف. دكتور منير ازي حضرتك؟ النهارده هنتكلم عن التجاعيد وازاي قد كده بتهم المراه. واول حاجه خلينا نسال حضرتك عن اسباب التجاعيد، ليه التجاعيد بتظهر في وجه المراه؟ هو الحقيقه بالنسبه للتجاعيد ليها اسباب كثيره جدا، بدايه من عوامل وراثيه. يعني ممكن سيادتك تبص تلاقي عائلات البشره فيها صبوحه جدا وما تحسيش بالسن خالص، تبقى السيده عندها 60 سنه وتحس انها كما لو كانت بيبي فيس او وجه كده صبوح صغير بالنسبه للسن. في نفس الوقت في انواع ثانيه اسباب وراثيه، تبص تلاقي ان البشره بتظهر بيها علامات الزمن مبكره جدا. يعني لو جينا مثلا من الفنانين المعروفين مثلا عبد الوارث عصر، احنا ما نفتكرش ان احنا شفناه في يوم من الايام شاب، ولكن العلامات بتدي له ملامح سن وهكذا. الحاجه الثانيه في عوامل كثيره جدا زي الحالات المرضيه. يعني انسان اصيب بالضرن هو صغير، او اصيب واحده اصيبت بمرض الزهري او اي مرض من الامراض المعديه الشديده اللي بتاثر في صحه الانسان، اكيد بتنعكس ده على الوجه وحاجات زي كده. ايضا في عوامل كثيره جدا، على سبيل المثال وجود انيميا في جسم الانسان، نقص في الحديد النزيف الشديد، امراض في المعده وامراض في الامعاء دي ممكن تؤثر تاثير مباشر. ايضا التجاعيد بتظهر لو واحده ست عملت نظام ريجيم قاسي جدا، بتبقى في حالات كثيره جدا معظم الحالات بيبتدي يظهر علامات الزمن وتظهر العلامات من الوجه نتيجه لهذا النظام او الاسلوب الغذائي. ايضا ما ننساش الاضطرابات الشهريه بالنسبه للسيده وما يحدث فيها من بعض الحالات اللي فيها بعض الناس وحاجات زي كده ممكن تؤدي الى ظهور بعض علامات الزمن. طيب وبالنسبه للتدخين والشمس والناس بتطلع، احنا برضو بلد مشمسه جدا ومعظم الناس لما بتخرج مثلا عايز تروح حتى مش لازم تبقى قاعده على البحر، يعني ممكن تكون رايحه مشوار ترجع تلاقي وشها محروق من الشمس، هل ده ممكن يساعد في ان التجاعيد بعد شويه تزيد؟ هو الحقيقه لو دخلنا في موضوع الشمس، احنا بنقسم الضوء الى ثلاث درجات، الضوء المرئي اللي احنا شايفينه والاشعه اللي تحت الحمراء والاشعه اللي فوق بنفسجيه. زي بالظبط بس سيادتك قلتي، لو الانسان حتى ما تعرضش مباشره لاشعه الشمس المباشره ما فيها من حروق وعلامات الزمن وتجاعيد وده بيؤثر تاثير مباشر، ايضا الاشعه الفوق بنفسجيه وبالذات فوق بنفسجيه اللي هي طول موجة الف وب، دي هي الاشعاعات اللي ممكن تؤثر مباشره على جلد الانسان وتبتدي تظهر فيه علامات الزمن. يعني زي ما سيادتك قلتي، انا مش شرط اتعرض مباشره لاشعه ضوء الشمس، لكن ممكن طبعا عن طريق الضوء الغير مباشر اللي بيدخل لي انا تحت الشمسيه بعيد عن الشمس ممكن اخد هذا التاثير. انا قاعده في البيت وفاتحه اضاءات كتيره جدا والهواء بيدخل، لا ممكن تؤثر تاثير مباشر. طبعا التدخين ده من العوامل الرهيبه جدا، هو والكحوليات اللي بتؤثر تاثير مباشر على الخلايا بالنسبه لجسم الانسان وتبتدي تظهر علامات الزمن. لون البشره بيفرق برضه في ظهور التجاعيد مبكرا او لا؟ الحقيقه ده سؤال جميل جدا، لان البشره احنا بنقسمها الى ست درجات حسب اللون. ابتداء من النوع الاول اللي هي البشره اللي بنسميها حساسه جدا، ودي الميزه فيها ان هي لو تعرضت للشمس تتحرق ولكن في نفس الوقت ما تبقعش، والمثال ليها ذوي الشعر الاحمر. والنوع الثاني من البشره اللي هو الدرجه الاثنين، هذا النوع ايضا حساس جدا ودي بتتحرق لو تعرضت للشمس ولكن تغمق بعد فتره طويله، والمثال ليها ذوي البشره الشرقاء والعيون الزرقاء. درجه ثلاثه البشره فيها طبيعيه ودي زي ذوي البشره البيضاء والعيون العسليه، وبشره اربعه اللي هي دول الحوض المتوسط اللي هي البشره القمحيه، ودي لو تعرضت للشمس فتره طويله تتحرق وفي نفس الوقت يبتدي اللون يغمق فيها. بشره خمسه وسته مش حساسه ودي زي البشره السمراء دي درجه خمسه، وبشره سوداء او الزنجيه دي بشره سته اللي مهما تتعرض للشمس ما بيحصلش فيها اي تاثير مباشر. عشان كده لما نرجع لسؤال سيادتك اللي هو نوع البشره او لون البشره، تماما البشره 3 و4 اللي هو دور حوض البحر المتوسط واللي هو احنا الشرق الاوسط، دول من انواع من البشره اللي تتاثر تماما بتجاعيد الوجه. لان احنا دايما واخدين فكره ان البشره الفاتحه اللي هي البيضة يعني دايما بتبقى بتظهر فيها تجاعيد بدري، على الرغم ان احنا بنشوف مثلا الاوروبيين ولا كده بنلاقي مثلا ما بيش باين عليهم خالص سنهم، يعني يقول لك مثلا ده عنده 70 سنه ولا دي عندها 70 80 سنه وتلاقي عندها كأنه عندها 40 سنه، فما يبانش فعلا عليهم التجاعيد خالص. ف
فواضح ان هم لا برضو خارجين بره قصه ان يعني حضرتك قلت الدرجه الثالثه والرابعه هم اللي بيتاثروا بالتجاعيد. بيتاثروا بنسبه عاليه جدا في العيد، بس ده بشره واحد واثنين. شوف الظروف المحيطه بيهم من ناحيه الجو ومن ناحيه التغذيه ومن ناحيه الهدوء النفسي ومن ناحيه طبيعه عملهم، دي كلها عوامل بتتدخل. يعني احنا اتفقنا ان هي مجموعه عوامل بما فيها البشره، بما فيها الجو، بما فيها التغذيه، بما فيها الامراض السابقه، بما فيها التدخين، بما فيها الاضاءه. يعني حتى الاضاءه انتوا هنا في الاستوديوهات والاضاءه المباشره دي من الحاجات اللي بتؤثر تاثير مباشر على البشره. نقفل النور يا استاذ محمود، نقفل النور يا استاذ محمود. طيب خلاص، يعني ظهر التجاعيد على الوجه وبقت نفسيا مضايقه جدا صاحبه الوجه يعني، وشكلها باين جدا وغائره يعني. في انواع كثيره جدا بنسمع عنها وفي خطوات كثيره جدا بتتقال لنا. في طبعا بدايه من الحقن اللي هو، او بدايه اصلا من الكريمات اللي ماليه الاسواق، نحط الكريم ده ومعرفش هيشيل التجاعيد وبتاع، وبيبقى غاليه يعني، حتى مش مثلا حاجات خفيفه غاليه جدا. معرفش طبعا مدى تاثيرها. بعد كده تدخل بقى الطبيب نفسه اذا كان بحقن او اذا كان بشد في العياده. بعد كده عمليات التجميل. كل بقى يعني مرحله من دول. بالنسبه خلينا في المرحله الاولانيه اللي السيده بتستسهل وتنزل تشتري الكريم ده، ايه بقى؟ شوف سيادتك، الحقيقه نبدا فيها من الاول. هو لما بيحصل تجاعيد بيحصل ايه؟ بيحصل حاجات كتير جدا في جلد الانسان، اللي هي مثلا مقدره الخلايا العرقيه على الانقسام بتقل، مقدره الخلايا الدهنيه على الانقسام بتقل، الشعر بيبتدي يحصل ضمور في بصيلات الشعر، بيبتدي يحصل نوع من تصلب الشرايين، بيبتدي يحصل، دي كلها تغيرات بتحصل في الخليه. فانا لما ببتدي اتعامل مع الخليه انا عايز اوقف او اقلل او اؤخر من هذه العوامل. بدايه الخط العلاجي، الخط الوقائي. يعني انا بحب دايما من خلال سيدتي نقول البيت، نبدا بالغذاء الاول، الغذاء تغذيه الفرد في المنزل. الغذاء كل ما كان فيه خضروات طازجه اللي فيها فيتامين الف، اللي كلما زادت الخضروات اصفرارا او احمرارا او اخضرارا، كل ما كانت نسبه البيتا كاروتين المكون الاساسي للجلد عاليه، كل ما كانت البشره اجمل وكل ما قدرت تستحمل. الاصفر والاخضر والاحمر. وبعدين الفاكهه الطازجه اللي فيها فيتامين دي المسؤول الاساسي عن الاوعيه الدمويه اللي بتغذي البشره، ودي موجوده في الفاكهه. يبقى دلوقتي نقدر من خلال سيدتي نقول ست البيت، طبق الفاكهه زائد طبق الخضروات او طبق السلطه ده اساسي لو انت عايزه ابنك او بنتك ما يعانيش او يؤخر من مشاكل حدوث او ظهور علامات الوجع. نرجع بعد كده سيادتك لسؤال سيادتك اللي هو التجاعيد. ايوه، الكريمات اللي بنستخدمها. الحقيقه الكريمات وما فيها من موضه، وبعدين ده كريم للنهار وده كريم بالليل والحاجات دي كلها، وزي ما سيادتك قلت وتفضلتي ان ممكن يكون في ثمن غالي وحاجات زي كده. هذه الكريمات لا تمر الا في حاجه واحده. هو الفرق بين كريم غالي وكريم بسيط رخيص هو مقدره هذا الكريم ان يخلي الخلايا بتاعه الجسم تحتفظ بالماء داخلها. علشان كده احنا ما بيهمناش في مجال التجميل الكريم ده غالي جدا او الكريم ده رخيص جدا. احنا يهمنا الكريم ده بيقدر يحافظ على نضاره وحيويه الخلايا بتاعه الجلد ولا لا. من هنا نبتدي نتفق. بنقدر نقول ان استخدام الكريمات الكتيره اللي بتعمل شد للجلد، هو شد البشره بيكون عباره عن ايه يا استاذه؟ عباره عن البشره فيها ماده الكولاجين. وماده الالاستيك فايبرز او الكولاجين دي احنا بنديها كريمات تبتدي تشد فيها. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو بطلت استعمال هذه الكريمات وقت من الاوقات الوش ممكن يسقط اكتر. يبقى انا ضريته. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه الكريمات اللي هي بتاعه اليوم وبالليل. بتاعه النهار بيضاف ليها ماده عازله للشمس. هذه المواد اذا انا بطلتها في لحظه هتبتدي البشره تبقع وتغمق. يبقى دي حاجه ليها مخاطر ناخد بالنا منها، ان انا ما استعملش هذه الكريمات فترات طويله الا عند اللزوم، وفي نفس الوقت عوازل الشمس الموجوده في الكريمات دي برضو اخد بالي منها انها تكون كريمات فيها عوازل شمس درجتها اقل ما يمكن، بحيث ان هي مثلا تكون رقم قليل جدا، ما ناخدش الارقام العاليه علشان عدم استعمالها او استعمالها ما ياثرش على لون البشره. يعني يبقى فيها ايه؟ لو هنبص للكريم كده ونشوف الانجريدينتس بتاعته، ايه اهم يعني عنصر يبقى موجود في الكريم عشان نجيبه؟ يعني جلسرين، يعني عباره عن ايه؟ بالظبط، المواد اللي هي بتحافظ على حيويه الخلايا زي ماده الجلسرين زي ما بتقولي، زي ماده البنتينول، زي ماده الزنك اوكسيد، دي مواد اساسا بتحافظ على احتفاظ الخلايا بالميه. برضه اشوف الرقم الاس بي اف اللي هو عازل الشمس. كل ما قل الرقم كل ما كان احسن، كل ما قل. انا مش عايز العادي، انا عايز الرقم القليل 5 4 3 2، لكن انا مش عايز 50 و40 و30. لان الرقم العالي ده بيأثر مباشره على البشره، بيعزلها،
خلي بالك من نقطة مهمة قوي يا أستاذة، إن أنا لو عزلت الشمس تماما عن البشرة أنا بعزل تكوين فيتامين د في الجسم، في جسم السيدة وبالذات السيدة الحامل، وبالتالي أنا بقلل من تكوين الكالسيوم. أبص ألاقي الست بعد شوية ابتدت تحصل عندها كسور، ابتدت تحصل لين العظام وهشاشة عظام والكلام ده كله. يبقى أنا أبص على الرقم بتاع عزل الشمس، كل ما قل كل ما كان أحسن، كل ما قل كل ما كان أحسن. بس فاصل ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا عن التجاعيد. مشاهدينا لسه معاكم مره ثانيه ونكمل كلامنا، ودكتور منير هنسال عن التجاعيد دلوقتي. احنا قلنا الكريمات عرفنا ديتها يعني احنا نقلل من ايه ونكتر من ايه، مفيش مانع ان احنا نستخدمها لنضاره الوجه او عشان تزود نسبه الميه في الوجه، ده غير شرب الميه اصلا في حد ذاته ممكن يساعدنا بدل ما نروح نشتري الكريم الغالي. ومش فارقه الغالي ولا الرخيص، المهم يبقى في حاجات المهمه زي الجليسرين وزي الحاجات البنتينول والحاجات دي. طيب كل ده ما ينفعش، والتجاعيد ظاهره واضحه جدا وغائره جدا. بتلجا السيده بقى للدكتور، وبيجي بقى الدكتور يقول لها في كذا طريقه، يعني مثلا في اللي هي طريقه اول حاجه اللي هي في العياده اللي هو الحقن. ايه انواع الحقن بقى الموجوده؟ والحقيقه الحقن دلوقتي بقت موضه كبيره جدا، السيده دايما بتستسهل وتطلب الحقن الامن اللي عايزاه تاخده انها حاجه تيك اوي. كنا الاول بنحقن من حاجات مواد اساسا من انواع معينه من البكتيريا، بناخد السموم بتاعتها وبتتحقن تحت الجلد بحيث ان هي تعمل شلل في العضلات، ودي بتبقى دايما في منطقه الجبهه وعلى جانبي العين، بحيث انها تعمل شلل عضلات الوجه، وبتاخد فتره زمنيه من 3 شهور لست شهور لسنه. ولكن معظم هذه الادويه دلوقتي وان كان على مستوى العالم مطبقه والكلام ده كله بتتاخد بحرص شديد جدا، لان الجرعه لو زادت عن حد معين ممكن تحدث وفاه. يعني ممكن هذه الماده الحقن اللي احنا بنستخدمها يحصل لها امتصاص سريع جدا في الجسم، بدل ما تعمل شلل لعضلات الوجه تعمل لشلل لعضلات التنفس، وتحدث حالات وفاه، وحصلت كتير ومتسجله عندنا في وزاره الصحه. يبقى اذا موضوع الحقن بتاع المواد اللي بتعمل شلل لعضلات الوجه ده محتاج لخبره معينه وريستريكشنز معينه. بعد كده الحقن للمواد الدائمه اللي هي عباره عن بتكون مواد زي الكولاجين، زي السيليكون، زي مجموعه كبيره من البوليساكرايدز اللي هي السكريات اللي هي الفيلر بالظبط. هذه المجموعه من المواد بتختلف وليها مشاكل كثيره جدا، من حيث ثمنها الغالي، من حيث كمياتها القليله. يعني انا لو عايز املى المنطقتين دول مثلا هحتاج مش اقل من 4 حقن ل6 حقن ل8 حقن حسب الحاله، وبالتالي مكلفه جدا. فترتها الزمنيه بتاخد من 3 شهور لغايه 1.5 سنة. صعب جدا الاقي ان فيلر يقدر يعيش اكثر من 1.5 سنة لغايه 18 شهر، ده اقصى حاجه اللي هي 1.5 سنة. وبالتالي ده برضه محتاج لعلامات معينه، ما عملوش اي تحت اي ظروف. يعني سيده عندها امراض في القلب، عندها سكر بطريقه معينه، عندها لخبطه في ضغطها، يعني اوكي يبقى ده كلام موافقين عليه. لكن احسن طريق للحقن على مستوى العالم واخد الاف دي اي ابروفال هو حقن الدهون، اللي هي بتتاخد من جسم الانسان ويعاد تركيزها بطريقه معينه، ويعاد حقنها في الاماكن اللي فيها العلامات. والاماكن اللي فيها علامات في وش الانسان معروفه جدا، عن طريق 7 إبر بنقدر ندخل فيها نقدر نملى الوش كله. عن طريق نقطتين على جانبي الانف نقدر نملى المنطقتين دول، عن طريق نقطتين على جانبي الفم ممكن نعمل الشفه من فوق والشفه من تحت والدقن من تحت، دول 4 نقط. عن طريق نقطتين على جانبي العين نقدر نملى العين من الجنب، ونقدر نملى الخدين وحتى منطقه الفك، والنقطه الاخيره اللي هي تقدر نملى بيها الجبهه. طبعا هو بيجيبوا الدهون دي يعني بياخدوها من احنا بناخد تقريبا من بطن الانسان، من الجنب، من الهانش، من اي منطقه السيده تعاني فيها من سمنه زياده. الدهون دي بدل ما تتعمل عمليه شفط ونستغنى عنها، بنعمل عمليه الشفط دي ونعمل تركيز لهذه الدهون بطريقه معينه، ونعيد حقنها في الاماكن من البشره اللي محتاجه انها تمتلي بهذه الدهون. 2 في 1 يعني. فهي دي العمليه بالظبط، وهي دي من العمليه بقى بالمناسبه في خش عمليه او مستشفى وتخدير، ويفضل التخدير يكون تخدير كلي، ما بتاخدش نص ساعه كلها من الالف للياء، ولكن في نفس الوقت من العمليات الهايله اللي بتدي نتيجه سريعه جدا، وتقدر السيده تواجه المجتمع في خلال اسبوع كان شيئا لم يكن. وتجي لك الست تجيب لك مثلا صورتها من 5 سنين من 10 سنين وتقول انا عايز ابقى في هذه البشره، شيء جميل جدا انك انت في خلال من 4 ايام لاسبوع ترجعيها للصوره اللي هي طلبتها. هي بتقعد قد ايه بقى الحكايات اللي يعني حضرتك قلت مثلا ان هو اللي هو الحقن بيقعد من 3 شهور ل6 شهور بالكثير سنه، الدهون بتقعد قد ايه؟ بتقعد طول العمر. يعني ايه؟ طول العمر؟ يعني ايه؟ يعني انا لما تجي لي سيده عندها 30 سنه وبتحرم دهون، انا بعوض كميه الدهون اللي الجسم حرقهم في 30 سنه، فهتقعد 30 سنه تاني.
لو جات لك واحده عندها 40 سنه تقعد 40 سنه، لانك انت لو الحقن مظبوط انت بتعوضي كميه الدهون اللي الجسم حرقها خلال الفتره السنيه السابقه، وبالتالي فهي تاخد الفتره الطويله تماما، انت مش محتاجه انك انت تعيدي هذه العمليه مره ثانيه. ولكن اللي بيحصل ايه؟ ان بعض السيدات بتيجي تقول لك انا عايزه اشيل الخطوط دول. تعمل العمليه وتبقى جميله وتحس انها بقت جميله، فتيجي تقول انا عايزه اكمل بقى المساحات، انا عايزه اكمل الخدين والوجهه. على فكره بالمناسبه مش السيدات بس، يعني الكلام ده بيتعمل رجال وسيدات، والحكايه ماشيه تماما بهذه الطريقه. تمام، يبقى احنا قلنا ان احسن حاجه هو الدهون، يليها بقى الفيلرز لو كان الفيلرز بالظبط، بس يبقى الانسان عارف ان في مكلفه بعض الشيء، وبعض الحالات بتعمل اعراض جانبيه. وهي الدهون يعني مش مكلفه؟ الى حد ما تعتبر مش مكلفه لو اعتبرناها على فتره زمنيه طويله، ما فيش نسبه بينها وبين الفيلرز الى حد كبير جدا طبعا. تمام. طب يعني جات لك المريضه يعني او السيده اللي عندها تجاعيد او الرجل اللي عنده تجاعيد ده، حضرتك بتاخد القرار ده ولا هو اللي بيبقى هو الشخص نفسه بيطلب انا عايز ده او عايز ده او عايز ده؟ لا، هو مش شرط هو اللي يطلب، لا انا ببص على اللي قدامي، اذا كانت التجاعيد علامات بدائيه من الاول درجه وثاني درجه فيبقى الفيلرز هتقدر تملاها او حاله دون حاملها. لكن لو جات لك حاله الوجه ساقط تماما وفي دقن ساقطه وحاجات زي كده، بندخل في الطريق الجراحي، ما فيش حاجه اسمها حقن دهون لان انا مش هفيده، الوش ساقط مني، فحسب المرحله اللي المريض جالك فيها. لا قصدي غير الطريقه الجراحه، انا قصدي ما بين الفيلرز والدهون، يعني هما الاثنين حقن، بس ده حقن فيلرز وحقن دهون، عايز برضه تاخد القرار اني انا باخده. انا الحقيقه لو كان جراحات انا بعمله، لو كان فيلرز حد تاني بيعمله، لكن جراحات دي شغلتي. انت بتحب شكلك بالظبط، لان ده دور جراحات التجميل. انما كانت فيلرز الحقيقه يعني ليها ناس متخصصه بتقدر تشتغل. صح التجميل دكتور منير ويليام، انا بشكرك جدا، ويمكن موضوع التجاعيد ده من اكثر المواضيع اللي زي ما قلنا بتهم الناس كلها، ورجال وسيدات يعني كل الناس، وبنحاول قد ما نقدر. حضرتك يمكن قلت في وسط كلامك ان نحافظ على اولادنا من هم صغيرين، ناكلهم صح ونشربهم صح ونشربهم ميه كتير ونبعدهم عن الشمس والكلام ده كله، بحيث ياخر بعد كده ظهور التجاعيد في الوجه. بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهارده. شكرا جزيلا جدا لحضرتك. شاهدينا لسه معاكم سيدتي، ولكن بعد الفاصل.